هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطال أمام الزوج؟ البنطال ليس من لباس النساء، بل ولا يليق حتى ولا بالرجال، لما فيه من الضيق وما فيه من وصف البدن، وصف ما تحته، فهو لا يصلح للرجال، فكيف بالنساء؟ فالمرأة تلبس الثوب الضافي الواسع، تلبس الثوب الضافي الواسع، وعند زوجها تلبس الثياب المناسبة لحالة الزوج. أما البنطال فليس من لباس النساء، وإذا لبسته عند الزوج اعتادت عليه، فلبسته عند غيره، شو الداعي لهذا؟ نعم.